السلام عليكم. في الفيديو السابق تكلمت على العرض الترويجي وللمفاجأة اللي دارتها اتصالات الجزائر لشهر سبتمبر الخاص بتكلفة الحصول على انترنت الفيبر لأول مرة. راح نخليكم الرابط على الفيديو في التعليقات باش تتفرجوه وتفهموا كلش، لأنه الفيديو تاع اليوم راح يكون تكملة للفيديو السابق والمعلومات اللي تكلمت عليهم ما راحش نعاودها. المهم باش تستفاد من العرض الترويجي الخاص بانترنت الفيبر لازم تشترك في انترنت بسرعة 15 ميجابيت في الثانية أو أكثر، يعني 15 20 50 أو 100 ميجابيت في ثانية، وهذا العرض صالح لمدة 30 يوم. باش تفهموا تبعوا معي الاشتراكات الخاصة بانترنت الفيبر. مثلا واحد فيكم اشترك في اشتراك 20 ميجا للسعر تاعو 260 ألف للشهر، في 30 يوم الأولى راح تتحصل على انترنت مجانية، لكن بعد انتهاء 30 يوم ما راحش تخلص بالسعر تاع العرض الترويجي، وإنما تولي تخلص حق الاشتراك تاعك، تخلص 260 ألف، وكل واحد يخلص على حساب الاشتراك تاعو. مثلا 15 ميجا تخلص 200 ألف، 20 ميجا تخلص 260 ألف، وهكذا. يعني السعر المنخفض تاع العرض الترويجي تستفاد منه كي تجي راح تتحصل على انترنت الفيبر أول مرة. هكا باش تفهموا، لأنه كاين اللي حسب باللي السعر اللي دارته الشركة في العرض الترويجي يبقى يمشي مدى الحياة. كاين نقطة أخرى وهي تغيير الاشتراك. إذا حبيت تزيد في سرعة الانترنت عندك الحرية التامة، مثلا عندك 20 ميجابيت تقدر تطلع على 50 ميجابيت أو 100 ميجابيت في ثانية، لكن ما تقدرش ترجع لإشتراك أقل حتى تخلص سنة كاملة. هنا نكون وصلت للنهاية تاع الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتهم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.